في رايزنج ستار اليوم مشاهدينا حبينا نتعرف على فرقة موسيقية عم نسمع عنها كتير مؤخرا اسمها بكفي، وهي بتضم مجموعة من الموسيقيين اللي بيقدموا فيوجن ميوزك، أنماط مختلفة من الموسيقى. حبينا نتعرف عليهم أكثر وعلى أعمالهم. معنا من أعضاء الفرقة اليوم زياد حاج بطرس، أهلا وسهلا فيك زياد. مجهور لله. شرب البو أنتون وبشار إدريس، أهلا وسهلا فيكم شباب. بعد في مجموعة من العازفين كمان معكم بالفرقة، رح نتعرف عليهم بعد شوي فيديو سريع. رح ابدا معك زياد، كيف بلشت هالفكره؟ انطلقت انت وشرب اللي اسستوا هالفرقه، واليوم كم عدد الاشخاص اللي نحن بلشنا بال 2015؟ نعم. طلعت الفكره معي ومع شرب، بلش هو بالفكره لانه حابب نعمل شيء سبيسيال، واللي حسيته انه نحن بلبنان عندنا كثير باندز، في كثير اوركستر، بس الفكره اللي طلعنا فيها هي فكره الفيوجن، نعمل ندمج الموسيقى اذا بدك الغربيه مع الشرقيه بطريقه كمان سبيسيال. يعني نحن بناخذ اللحن بنرجع بنعمل كل التوزيع نحن فروم سكراتش، اذا يعني لحن او اغنيه كلنا بنعرفها بتعملوا اعاده توزيع لها. اعاده توزيع. بلشنا سبع اشخاص بال 2015، وبلشنا ناخذ ايفنتس صغار، وبلشنا نحضر للكونسرت تبعنا، زدنا صرنا 10. عملنا اول كونسرت كان بال 2015 اللي هو كان اسمه ذا بيجينينج، وهلا عم نحضر لكونسرت ثاني بدنا نحكي عن كل تفاصيله. يعني مش بس بتجذبوا محبي الموسيقى، عم تجذبوا اعضاء فرقه كمان الجدد معكم مع كل كونسرت. بشار انت انضميت اخر عضو بالفرقه بينضم لإلهم من نوفمبر قلت لي؟ ايه تقريبا، بس انا هالسنه يعني انضميت فيها وحبيت الفكره كثير، كنت احضر فيديوز وهالاشياء. نعم. وثقبت تعرفنا انا وزياد، واكيد بعرف شربل من قبل، وحبيت الفكرة وحبيت انضم يعني لهالباند، وكتير انبسطت بالجو وحبيت الشغل. لما منقول فيوجن ميوزك شربلي دايما مزيج بين موسيقى شرقية وموسيقى غربية، أو ممكن يكون لحن شرقي ويتم إعادة توزيعه من قبلكم؟ نعم. هلأ نحن الميوزك اللي بنعملها هي خليط، يعني ما محدودة، يعني كتير واسعة الميوزك تبعنا، فيها تكون شرقية مع ميوزك غربية، فيها تكون عربي مع عربي، فيها تكون غربي مع غربي، يعني هالقد نحن واسعين بالميوزك اللي عم نعملها. وأكيد بدنا نحترم الجامات اللي بدها تصير، يعني بنتفق عليها أنا وزياد ومنقرر على أساس الجام كيف بدنا نلبق الأغنيتين مع بعضهم. نعم. اليوم 13 أو 14 شخص بالفرقة؟ 14. والخير لقدام، نشوف بعد الكونسرت كم رح تصيروا. خلينا نتعرف عليكم فردا فردا بشكل كتير سريع ضمن هالفيديو. بعزف عائلتي الموسيقية. بكفي هيدي موسيقى. بكفي هيدا حكي. بكفي برسم طريقي. بكفي لحن ووتر. بكفي نحن سوا. بكفي موسيقى مطرطقة. بكفي بقرر مصيري. بكفي حبي كفيك. بكفي قصة جديدة. بكفي نوع جديد من الفن. بكفي الإيقاع. بكفي وبس. لضم صوتي بكفي. بكفي فن واحساس. بكفي 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 بكفي. لشو عم بتقولوا بكفي؟ خبرونا عن عنوان او اسم الفرقه. هي بكفي مش بس كمان بكفي يعني enough، لا اكثر من معنى، هي بكفي بكفي ايدي. البي بتنكتب، هي سيمبول بالميوزك، البي اندرسكور كفي كفي ايدي. وفي شيء بكفي، شيء بكفي بعزف الآلة الموسيقية. بكفي موسيقى شوي هابطة بالسوق. صح. مستوى المتدني اللي وصلنا له مؤخرا. صح مزبوط. وهيدا الكونسبت اذا بدك تبع كل شخص بيفهمها العنوان، كل واحد يفهمها على ذوقه اكيد. نعم. زياد خبرتني قبل شوي انه اليوم ما فينا نسميكم فرقه، انتم اصبحتوا اوركسترا. صح. بلشنا از باند اذا بدك، كنا سبع اشخاص وصرنا نكبر، لانه صرنا نلاحظ انه الميوزك اللي عم نعملها لازم يكون في عندنا بعض اكثر انسترومنتس. وهي الصوره لكم كلكم. 14. نعم.
وتوسعنا، صرنا هلا يعني من 7-10 هلا 14 شخص بهذا الكونسرت رح يكون. وبس تنوضح كلكم اساتذه يعني بروفيشنالز محترفين صح. بالموسيقى مزبوط. وبيجمعكم اكيد حبكم للفن وحبكم لهالنوع او هالانواع من الموسيقى اللي صح. بتقدموها صح. ونحن حبينا انه نعمل هذا الكونسبت كمان لنجذب كمان الشباب، لانه نوع الموسيقى اللي عم نقدمها صحيح عم ناخذ اشياء قديمه وعم ناخذ اشياء مودرن، بس ننقل اشياء المرتبه كثير مودرن ونلعبهم بطريقه الفيوجن اللي نحن عم نعملها تنجذب كمان الشباب اللي تحب هيدي الموسيقى الراقيه. نعم بشار، انتم 14 شخص بالفرقه او اوركسترا وكلكم محترفين، على اي اساس بتختاروا العمل؟ يعني هل كلكم لازم تتفقوا عليه او بس اشخاص معينين بيختاروا العمل؟ اكيد يعني بده يكون في اختيار مناسب للأوركسترا اللي عم يعملوها. أكيد زياد أنت جيت آخر شيء بيقولوا لك ما خصك. أنا أكيد آخر جيت آخر شيء وأكيد يعني اختيار زياد كتير صائب أكيد طبعا وهذا المطلوب يعني أكيد ما فينا نحط حيا لحدا بالباند ليطلع كتير شغل. نعم وكلكم بتشتغلوا على العمل بما أنه كلكم محترفين، كل واحد عنده شيء يضيفه يعني إن كان من أسلوبه أو من أفكاره أو من رأيه طبعاً. صح يعني نحن اول شيء اللي بنعمله بنطلع بالفكره انا وشربل بنحط السكور نكتبه كله نعم. واول ريهرسل بنحط قدامهم سكور بنصير نسالهم يعني بنشوف مثلا شو حبيته هون فينا نغير ودائما بناخذ يعني مثلا حدا بيقول لنا اللي هون حلو نعيد بنرجع بنعيد حلو هون نغير بس اجمالا الكفكره الاساسيه عم نخلقها انا وشربل انا وزياد يعني اكثر شيء. اول كونسرت قدمتوه كان بعنوان ذا بيجينينج الانطلاقه. نعم. الكونسرت الثاني لكم الكونسرت الرسمي الثاني راح يكون بعنوان ذا جورني وله هدف كثير مهم خبرنا أكيد. عنه شوي. نحن مش بس كمان عم نعمل كونسرت لنعمل كونسرت، نحن في معنا هالمره كيدز فيرست اللي هي الجمعيه كيدز فيرست اللي بتعنى بمساعده الاطفال اللي عندهم مرض الكانسر. نعم. وصاروا معالجين تقريبا 800 حاله من 10 سنين لهلا صحيح. فبعود ريع هيدا الكونسرت لهيدي الجمعيه لدعم هيدي الجمعيه وبذات الوقت عندنا ذا جورني اللي هو الاسم كمان عملنا تراك سميناه ذا جورني بنفس العنوان عملناه فروم سكراتش يعني كتبناه لحنه ووزعناه من الاول وبلشنا فيه وكمان بقلبه حتى فيه رح تسمعي الفيوجن حتى بهالعمل من تأليفكم ولكن نعم. كمان في أسلوبكم الخاص أكيد. بالدمج هالأنماط الموسيقية المختلفة. بنوجه تحية لرئيس جمعية كيدز فيرست المحامي بول نون ودكتور بيتر نون كمان اللي جهودهم تستمر على مدى السنة كلها للاهتمام بهالأطفال. بنهنيكم على هالاختيار. كمان في عندكم أشياء جديدة بهالكونسرت بتختلف عن الكونسرت الأول، في فوكاليست أو سولوست راح ينضموا لكم، خبرنا. في معنا استاذ من الكونسرتوار بوب ابراهيم رح يكون هو كمان معنا مشارك بثلاث اغاني، وفي معنا كمان جيتا حرب، بوجه لهم تحيه كثير كبيره لجيتا وبوب لانه كمان هن مقدمين حالهم لهيدا الكونسرت كرمال كيدز فيرست، بوجه لهم تحيه كثير كبيره، وجيتا كمان رح تكون مشاركه معنا باربع اغاني. شرب مشاركه الفوكاليس اغاني هن اختاروها او انتم اخترتوهم؟ لا نحن واغاني كمان كفرز او كمان تاليف جديد؟ لا هي كمان اغاني كفرز واكيد حكينا معهم للسينجرز بالموضوع يعني واتفقنا معهم يعني شو حابين هن يغنوا وكمان عملنا فيوجن بطريقه منشان نكمل الكونسبت كله سوا. هلا اكيد هن عندهم قدرات صوتيه كثير واسعه وكبيره ولكن ليش تم اختيارهم هن بالذات؟ أو هني تقدموا؟ نحن أصلاً عنا معرفة كتير كبيرة لبوب إبراهيم ولقيت تحارب من قبل وصلنا رفقات يعني ومن وراء صداقتنا حبينا نختارهم هني يشاركوا معنا بالكونسير. خلينا نشوف هالفيديو. Thank you.
بوسيبل على الطريقة العربية الشرقية، كتير حلو هالمزيج. زياد أنت بتعزف بيانو، شربل نعم. وبشار بالفيولون، شو في غير آلات عندكم بالأوركسترا؟ في عنا اثنين تشيلو، في كونترو باس، في فلوت وسكس فيولينز هنن، وثلاثة بيركشنست، واحد أورينتال، واحد لاتن، واحد درامر، وأنا على البيانو. حلو كتير، يعني موسيقى بالفعل غنية. تيكتس وين منلاقيهم لكونسرت ذا جورني؟ تيكتس فيهم يفوتوا على البيج اللي عنا، نحن عاملين شيء هلا، نحن عم نوصل التيكتس لهم، وفي بليبراري داخل ببيك فيا، في جود فالاس كمان ببيك فيا، في بلام بمدرسة للموسيقى بالزلقة موجودين التيكتس كمان. السبت القادم 29 نيسان على مسرح سان جوزيف. سان جوزيف بقرنة شهوان. بقرنة شهوان، أي ساعة؟ 7:30. 7:30 المساء، كونوا كتار حتى اولا تنبسطوا بموسيقتهم وكمان تدعموا جمعيه كيدز فيرست. بشار انت جديد بالفرقه او بالاوركسترا، وين حابين توصلوا بالفن اللي بتقدموه؟ وين شايف حالكم بعد 5 سنين، بعد 10 سنين؟ يعني اكيد بالشغل والعمل الجيد بنوصل وين ما كان، يعني لازم اكيد برا، ولازم يعني نكتسب خبرة برا أكيد، يعني غير لبنان وهيك إشي. أنتوا بتقدموا حفلات كتيرة بلبنان؟ نعم صح. شو في عرض نايمة شي قريباً؟ عم ناخد special events, private events، وعم ناخد weddings كمان عرض كبيرة. هلأ بالمبدأ عنا events للصيفية يعني. نعم. بس فهن privates يعني، منهم مش إنه الناس فيهم يجوا يحضروا. منهنيكم على The Journey، إن كان الكونسرت أو السنجل تراك لكم، ناطرين أعمالكم الجديدة، وإن شاء الله بكون حفل موفق. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي. واقفي مشاهدينا، ولايف بيكمل.